اليوم سنقدم لكم شرح حول البوابة الوطنية RSGP. هذه البوابة المختصة في البحوث العلمية والمقالات والمجلات العلمية التي ينشرها الباحثون على مستوى العرب. هذه هي الواجهة كما تشاهدون، يعني لكي يتم تحميل المقالات عليك بتسجيل. هنا واجهة التسجيل، تضغط على تسجيل هنا. هنا تكتب جميع المعلومات الخاصة بك مثل الاسم واللقب والبريد الإلكتروني وكلمة السر. هنا تكتب كلمة السر ثم تعيد كتابة كلمة السر، ثم هنا تختار التخصص الخاص بك الذي تدرسه في الجامعة، مثلا علوم اجتماعية. هنا اللغة التي تظهر بها الواجهة، اللغة العربية أو الإنجليزية. هنا في هذا المربع تأكيد بأنك لست روبوت، تعيد كتابة الأحرف الظاهرة في المربع. بعد كتابتها تضغط على فتح حساب. بعد فتح الحساب تذهب إلى البريد الإلكتروني لتأكيد الحساب، يعني تذهب إلى البريد الإلكتروني، تضغط على الإشعار، تجد فيه معلوماتك للتسجيل. مثلا هنا نوم دوتيليزاتور، اسم المستخدم، ومود باس، كلمة سر. تنسخ اسم المستخدم ثم تذهب إلى تسجيل، تنسخه هنا ثم تعيد نسخ كلمة سر وتنسخه هنا، ثم تضغط على يتذكرني ثم القيام بالتسجيل. هنا ظهرت لنا واجهة الملف الشخصي الخاص بنا، كما تلاحظون عدد المقالات المنشورة، عدد المقالات التي تم مطالعتها إلى آخره. هنا يمكننا الآن يعني البحث عن أي مقالة أو مجلة وتحميلها بسهولة، يعني بضغطة زر واحدة فقط. هنا في مربع البحث تكتب بالتخصص، تظهر لك العديد من المقالات والبحوث، تضغط على أي يعني مقال أو مجلة. هنا مثلا تضغط هنا عنوان استراتيجية الاتصال الإقليمي، هنا تضغط تيليشارجي ارتيكل أو تحميل مقال، تظهر لك التحميل، تضغط على تحميل وبكل سهولة يتم فتحه كما تلاحظ، يعني بكل سهولة. إلى هنا أعزائي المشاهدين انتهينا من شرح اليوم. لا تنسوا دعمنا بالإعجاب والاشتراك ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.